الحمية المتوسطية هي نمط غذائي تقليدي يشمل عناصر غذائية غنية ومتوازنة تأكلها الشعوب في منطقة البحر الأبيض المتوسط. بعض سمات الحمية المتوسطية تشمل 1- استهلاك الفواكه والخضروات. يتناول الأفراد الكثير من الفواكه والخضروات، مما يوفر لهم مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن. 2- استهلاك زيت الزيتون. يتم استخدام زيت الزيتون كمصدر رئيسي للدهون الصحية، وهو غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة. 3- تناول كميات معتدلة من اللحوم. يتم تناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء، مع التركيز على مصادر البروتين البديلة مثل الأسماك والدواجن والبقوليات. 4- استهلاك منتجات الألبان. يشمل ذلك تناول الألبان بمعدلات معتدلة، مع التفضيل للألبان قليلة الدسم. 5- تناول الحبوب الكاملة. يفضل تناول الحبوب الكاملة، مثل الخبز الكامل والأرز البني، بدلاً من الحبوب المكررة. 6- استهلاك البقوليات. يتميز النظام بتناول كميات كبيرة من البقوليات مثل الفاصوليا والعدس. 7- تناول الفواكه المجففة والمكسرات. يشجع على تناول الفواكه المجففة والمكسرات بشكل منتظم. 8- شرب كميات كافية من الماء. يعتبر شرب الماء جزءا مهما من هذا النمط الغذائي. العديد من الدراسات أشارت إلى فوائد صحية محتملة للحمية المتوسطية، بما في ذلك الحفاظ على صحة القلب والتحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر بعض الأمراض المزمنة.